تمام. الضافر اهو اخر الدم بتحتيه بشويه، وبساوي برضو الضفر بتاعنا بالطريقة دي كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا هتساعدنا في الانتاج او في زيادة الانتاج، اللي هو قص الضوافر، قص المنقار، وده فعلا هيساعدنا في زيادة الانتاج. واقول لكم ليه دلوقتي، في ناس كتيرة جدا برضو معتقدة ان الضوافر الطويلة او السنوفة اللي هي بتطلع في المنقار ده اللي هو زيادة في الكالسيوم. هنعرف الاسباب دلوقتي ان شاء الله، بس هنعرف طريقة القص برضو الصحيحة من خلال الفيديو بتاعنا ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو برضو ما تنساش تضغط لايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد من محبي الحمام. يلا بينا كده نبدأ الفيديو ونشوف طريقة القص ونتكلم عليها، ايه اسباب الضوافر الطويلة واسباب السنوفة اللي هي الطويلة. ده كده يا جماعة فرد من الافراد اللي عندي، زي ما انتم شايفين كده الضوافر بتاعته طويلة جدا اهي. الضوافر ده ممكن يدخل في البيضة من تحت كده اثناء ما الذكر بيكون رائد ويبدا يزقها، ده الضفر ده ممكن ان هو يكسر البيضه او يجرح البيضه. في ناس كتيره جدا بتدور على الاسباب اللي هي بتاع كسر البيض، بيكون ده سبب من الاسباب الرئيسيه فعلا عند كسر البيض تحت الاسوس. تاني حاجه يا جماعه اتكلم عليها، اللي هو مش كبر السن بتاع فرد الحمام بتاعنا، ده قص من الشبابات اللي عندي، الذكر لسه صغير، يمكن لسه اول شغله او لسه فعلا ما اشتغلش، مش السبب الرئيسي ان يكون الفرد سنه كبير. في ناس كتيره جدا بتلاقي برضو السنوفه دي كبيره والضوافر دي كبيره، بيقولوا ان ده زياده كالسيوم. لو كده في زياده كالسيوم ان احنا طبعا نمنع الكالسيوم عن الحمام بتاعنا، فده طبعا مش صحيح الكلام ده. هنعرف برضو الاسباب اهو من خلال الفيديو ان شاء الله قبل ما نبدا موضوع القص. ولكن انا عايز دلوقتي اتكلم على حاجه مهمه جدا في موضوع القص. طبعا في ناس كتيره جدا برضو ممكن ان هي تقص الضوافر دي تجرح الفرد بتاعنا اهو كده يا جماعه، زي ما احنا شايفين في طبعا الدم اللي هو بيبقى موجود ده في الضفر اهو. بس اوضح لكم، في طبعا لون احمر في اخر الضفر اللون الابيض، هنقص من اول اللون الابيض ده، ما طبعا ما بنخشش على الاحمر ده اللي هي بتبقى الحاجات اللي فيها الدم، فما تجرحش فرد الحمام بتاعنا. فده طبعا ممكن برضو ان هو يخلي الفرد يقعد فتره كبيره جدا وما يخصبش النتايه. تاني حاجه يا جماعه، ساعات الذكر بتاعنا لما بيطلع برضو على النتايه بيجرح النتايه، او النتايه ممكن تجري منه بسبب الضوافر الطويله دي. طبعا ده بيبقى سببه ان الاسوس اللي هي خاصه بتبقى متربيه في سلكات، ده سبب من الاسباب ان الضوافر دي تكبر. لو احنا لاحظنا طبعا الحمام اللي هو السايب ما بتحصلش فيه الحالات دي كتيره جدا، لانه طبعا بيمشي على الارض، بيمشي على مثلا مسلح، على طوب، على اي حاجه من الحاجات دي، فطبعا دي طبعا بتبقى مبريه باستمرار. الحالات دي دايما بتحصل عندنا خاصه في الاسوس اللي هي بتبقى متربيه في سلكات. ده طبعا امر طبيعي جدا وبيحصل في كل الطيور، مش شرط طبعا ان هو بيكون كالسيوم زياده او كبر حجم او كبر سن الفرد بتاعنا. طيب عشان نخش في الموضوع نقص بقى كده ونبدا نتعلم طريقه القص. زي ما قلنا اهم حاجه نبعد عن الدم اللي هو بيبقى موجود في الضفر، اقص بقى بعيد عن الدم خالص كده اهو اهو كده يا جماعه، تمام كده كده انا بعيد عن الحته اللي فيها الدم اهي، اخر الدم عندي هنا كده، فبقص من هنا كده بحاول ان انا اساوي الضفر بتاع فرد الحمام بتاعنا بالطريقه دي كده، وامسك الضفر اللي بعده نفس الحكايه برضو، الضفر اللي بعده ببعد بعيد عن الدم يا جماعه زي ما اتفقنا. وادي الضافر بعد ما قصناه، او الضافر بعد ما قصناه مفيش نقطه دم نزلت من فرد الحمام بتاعنا زي ما احنا شايفين. طبعا ما بجرحش الفرد، حاول ان احنا نبعد عن الدم اللي هو في الضافر. اخر الدم بتحتيه بشويه اهو، تمام كده يا جماعه، وبساوي برضو الضافر بتاعنا بالطريقه دي كده. وادي الضافر اللي بعده مفيش فيه اي مشكله، اي ضفر طويل بقى في فرد في الرجل بتاع فرد الحمام نحاول ان احنا نقصه زي الضفر ده كده برضو طويل شويه كده يا جماعه. انا قصيت الضوافر بتاعه الفرد بتاعنا، بيقدر بعد كده مفيش بقى بيض بيتكسر ولا اي حاجه اهو كده يا جماعه. لو في طبعا في برضو بعض الاسوس عندنا ساعات بنلاقي فيها، طبعا انا لسه عاملها في فرد من الافراد عندي، برضو بنلاقي برضو السنوفه اللي هي بتبقى نازله في اخر المنقار بنقصها، بنبعد برضو بعيد عن الدم اللي هو بيبقى في اخر
المنقار بتاعه ده، فعشان طبعا ده لازم ان انا اقص السنوفه دي بالذات. برضو نفس الحكايه، الذكر او النتايه ساعات برضو بان هي بتزق البيض تحتها، ممكن ان هي تنقر البيض، او اثناء ما هي بتاكل الزغاليل برضو ممكن ان هي تجرح الزغاليل، وخاصه لو الزغاليل لسه في بدايه العمر بتاعها فما بتقدرش تاكلها، وممكن ان هي تتسبب في موت الزغاليل. دي كده طريقه قص الضوافر الصحيحه وطريقه قص المنقار بالنسبه للحمام، والاسباب بتاعته اللي انا اتكلمت عليها، اللي هي مش شرط ان هي تكون كبر سن فرد الحمام او يكون كالسيوم زياده زي ما الناس بتقول، او بعض الناس بتدي معلومات خاطئه بالنسبه للموضوع ده. وبكده يا جماعه بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم، ويا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.